قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تفرض عقوبات جماعية شاملة على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مستغلة غياب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 7 أكتوبر الجاري. وأضافت الخارجية أنه في الوقت الذي يتعرض قطاع غزة لليوم 20 على التوالي لأبشع المجازر بحق المدنيين ومنازلهم، تواصل قوات الاحتلال التصعيد في اقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتستمر في إغلاق الضفة وتحويلها إلى سجن كبير، معتبرة أن الشعب الفلسطيني ضحية لعدم توفير الحماية الدولية للمدنيين، فيما يعكس الاحتلال ازدواجية معايير دولية في التعامل مع القانون الدولي وتطبيقاته الملزمة ومبادئ حقوق الإنسان.